السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو هذا الأسبوع. في هذا الدرس بعرفكم على أداة أو تول جدا مهمة في برنامج الريفت وهي Design Option. باستخدام هذه الأداة بتستطيع أنك تنشأ كذا Design Option بنفس الملف بدل ما تنسخ الملف عدة مرات ويكون عندك مثلا فيلا ديزاين اوبشن 1 فيلا ديزاين اوبشن 2 فيلا ديزاين اوبشن 3 اكسترا. فمثلا لو عندنا هذه البلان ومحتارين هل نفصل منطقة الكيتشن والدايننج عن الليفينج او لا، فالاوبشن الاول انها مفصولة عن بعض بدورز وولز او بارتيشن، والثاني انها كلها مفتوحة ومتصلة مع بعض وما بينها اي فواصل. في الاحوال العادية او في السابق كنا نسوي اختيار، بعدها نحفظ الملف ونسكره، ناخذ منه نسخة، نفتح النسخة المنسوخة، نعدل عليها ونحفظها، وكذا صار عندنا ملفين وبنتوقف عن العمل، لأنه إحنا ما إحنا عارفين نكمل على أي اختيار، إلا بعد ما نجتمع ونتشاور إما مع العميل أو التيم اللي بنشتغل معاه، أو لو أنت طالب لما تشوف your instructor أو professor، فبكذا بتتعطل عن العمل لما يتم هذا الميتينج وتاخذ القرار النهائي وبعدها ترجع للعمل. لكن not anymore، لو بتشتغل على ريفت لازم تستفيد من الديزاين اوبشن تول وبيكون عندك ملف واحد في كل الديزاين اوبشنز وبتكمل العمل، سواء كان الديزاين اوبشن ماتيريالز او فرنيتشر لاي اوت او ويندو سايز، مرة ما تفرق، ممكن تتحكم فيها من الديزاين اوبشن تول. فخلونا نشتغل على الريفت ونشوف التطبيق العملي. بداية لو تحب تحصل على ملف الريفت هذا راح يكون الرابط في وصف الفيديو. الديزاين اوبشن موجودة اما من قائمة مانج، من هنا عندنا الديزاين اوبشن تتحكم منها، والاسهل والاسرع انك تتحكم منها من الشريط اللي هنا في الاسفل. فمثلا لو عندنا هذا الريلينج نبغى نخليه ديزاين اوبشن، فنروح احنا هنا الأداة هذه اللي على جري هي نفسها اللي هو add to set، بس بما اننا لسه ما انشأنا اي ديزاين اوبشن فبتكون مقفلة. طيب مثلا هذا الريلينج نبغى نسويه look at the option، فندخل من هنا ونضغط على design option بتطلع لنا هذه الويندو. احنا في البداية ننشأ الست وداخل الست في الاوبشنز، فنقول new set، نروح على الست ونقول له rename مثلا ونسميها railing ونقول اوكي. بعدها عندنا هذا الاوبشن الاول، وننتبه هنا لكلمة primary، يعني هذا الاوبشن يكون هو الاساسي اللي موجود في الموديل. بعدها ممكن نسوي له rename، نضغط عليه ونتحكم في الاوبشنز من هنا، لكن هذا الست نتحكم فيها من هنا. لو رحنا للأول وقلنا له رينيم، ومثلا هذا الريلينج بيكون نوعه 900 اللي هو نفسه موجود على الموديل أصلا 900mm pipe، ونقول أوكي. بعدها النوع الثاني اللي نبغى نسويه اللي هو glass، فنقول new، فصار عندنا two design option، وهنا مثلا نسمي رينيم ونخليه glass ونقول أوكي. بعدها نسوي close، خلاص سوينا الديزاين اوبشن. الحين لو حددنا على الريلينج راح يشتغل معانا الاوبشن اللي هو add to set، فنقول له add to set، فبنضيفه من هنا. لو عندنا كذا ديزاين اوبشن بيكونوا هنا السيتس، لكن احنا لسه انشأنا بس الريلينج، فصارت عندي هذه التو اوبشنز. نقول له اوكي نبغى نضيف الريلينج للاول وللثاني، اوكي. بعد كذا في المين موديل ما راح نقدر نسوي select لهذا الريلينج، لكن نغير من هنا، هذا صار عندي الاوبشن الاول والثاني. لو رحنا للاول للبرايمري نحدد عليه، لكن الموديل ما راح اقدر اتحكم فيه، بيكون جراي اوت، يعني كله نتحكم فيه في المين موديل. بعد ما نقلنا الاليمنت او الاوبجكت للديزاين اوبشنز نتحكم فيها من الاوبشنز. فمن هنا نروح للجلاس ونغير، نحدد على النوع ونغير التايب من هنا مثلا للجلاس. فبكذا صار عندي في نفس الموديل هذا المين موديل في هذا. طيب لو ابغى في المين موديل، يعني مثلا انا مقتنع انه الجلاس افضل، فنروح للديزاين اوبشن من هنا للسيتنج ونختار الجلاس ونختار ميك برايمري، فتغير كذا في المين موديل بيكون عندنا الجلاس هو البرايمري، ونسوي كلوز. طيب مثلا لو اخذنا اوبشن ثاني، لو رحنا للديزاين اوبشن ونبغى نغير تقسيمة الموليوم مثلا اللي هنا على الكرتن،
فنقول احنا نبغى new set، نختارها نسوي rename مثلا curtain wall، نقول له اوكي. بعدها نبغى في two option، هذا الاوبشن الاول موجود نسوي له rename، ونخليه مثلا option 1 زي ما هو، ونسوي نبغى نسوي new option، نضيف new ونسوي له مثلا rename، او نخليه زي ما هو option 2، فنسوي close. فهنا نحدد على الالمنت من المين موديل احنا بنشتغل، ونقول له add to set. من هنا زي ما قلت لكم صار في عندي curtain وريلينج، احنا بنضيفه للكرتن، فبيكون عندنا بالاوبشن الاول والاوبشن الثاني، نقول له اوكي. فبعدها نختار من هنا انه نبغى نروح للاوبشن الثاني ونختار الكرتن وول، ومن هنا نسوي edit. لكن بما انه وول لازم نسوي له duplicate، فنسوي duplicate نسميه او نخلي نفس الاسم، ونغير من هنا مثلا نخليها maximum distance هنا، ونخلي هنا نفس الشيء maximum distance 1.4 مثلا، ونغير design المولين شيء مختلف. وبعدها نضغط على OK، فصار عندي two design option. يعني هنا عندي design option الأول اللي هو الأساس اللي موجود في الموديل، وهنا عندي الثاني. لو حبيت أخلي هذا هو primary زي ما قلنا، نروح للdesign option ونختار option 2، ونقول له نروح للmain model الأول من هنا، بعدها نروح للdesign option ونختار option 2، نقول له make primary. فصار عندي الglass والcurtain اللي مقسمة تقريبا المربعات هي المين موديل أو البرايمري أوبشنز عندي في الموديل. طيب لو نبغى ماتيريال نفس الشيء، مثلا نبغى نغير هذا الود، نبغى مثلا دارك أوبشن غير اللايت، فنروح هنا للديزاين أوبشن ونقول له نبغى نسوي نيو، مثلا نسوي لها رينيم، نقول له وود وأوكي. فعندي أوبشن 1 نسوي له رينيم مثلا هذا اللايت اللي هو الأساسي اللي موجود عندي، ونبغى نيو نسوي له رينيم ومثلا هذا الدارك، فأوكي. بعدها كلوز، احنا في المين موديل حددنا على هذا الود، ونقول له موف تو سيت. من هنا نختار انه الود ونضيفه للدارك واللايت، نختار على اوكي. بعدها نغير من المين موديل، نختار اللي هو تحت الود، من هنا عندي الجراي اوت الود، نروح للدارك. بعدها نختاره، نروح للماتيريالز من هنا، لا من الاديت تايب نختار عليه. بعدها من هنا من الماتيريالز نضغط على هذا سوري هنا، وبعدها نروح للود اوبشن، نروح كرييت نيو ماتيريالز، نسوي لها رينيم وود دارك، وبعدها نفتح قائمة الماتيريالز ونروح للود، وبعدها مثلا نختار اي اوبشن يكون دارك، هذه كلها لايت، ممكن نختار هذا كدارك، ونختار يوز رندر ابييرنس ونضغط على اوكي، ومن هنا اوكي. فبعدها صار عندي دارك، فصار عندي هنا في نفس الموديل دارك اوبشن ولايت، واقدر اروح واتحكم منهم اية البرايمري واية لو اللايت هو البرايمري تبغى خلاص خليه على لايت، لو تبغى الدارك يكون هو البرايمري. بس نروح للمين موديل وبعدها نروح للاوبشن ونختار اما الدارك او اللايت، وتختار من هنا منهم اية اوبشن هو البرايمري، وتقول كلوز. وبكذا تقدر تضيف عدد لا نهائي من الاوبشن سيتس والاوبشن، وتحدد ايها يكون برايمري، وتكمل عمل في نفس الملف، وهذا يضمن لك كفاءة وسرعة في العمل. وهذا كل شيء الدرس اليوم. لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك وتشترك في القناة لو تحب تشوف فيديوهات اكثر عن الريفت وغيرها من الديزاين سوفتوير. اتمنى يكون الفيديو مفيد واستفدت لو بقدر بسيط،
وفي فيتشر ثانية في ريفت اسمها فيزنج، لو تحب تتعرف عليها اكتب لي في الكومنت سكشن. أترككم أنا هنا، في أمان الله.